حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن شُعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، أو لم يدخل النار، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن"